بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما تلاحظون لدينا أسبيرال، يعني أسطوانة الشباك للآلة الأوتوماتيكية. لدينا هنا المسطرة، تكون يعني الطول تاعها طويل بالنسبة للآلة اليدوية. كذلك لدينا هنا الأسطوانة ذات كما تلاحظون ذات مدخلين وذات مخرجين. هذه الأسطوانة كبيرة وهذه الصغيرة. بالنسبة لهذا نضع أسطوانة كبيرة وصغيرة حتى نقضي على حوالي من 30 حتى 40% من مشاكل الآلة الأوتوماتيكية أو النصف أوتوماتيكي. يعني كما تلاحظون نعمل كالعادة، ممتاز. إسطارة هنا كما تلاحظون كالعادة، يعني مصقولة بشكل جيد، أملس حتى تسمع لمرور الشباك. هنا أسطوانة الشباك الثانية كما تلاحظون، يعني عمل جيد. هذا هو العمل حتى تعطينا يعني شكل وعمل متقن. كما قلنا بالنسبة لنضع الأسطوانة الثانية ونقوم بإطالة المسطرة لحوالي 90 سنتيمتر. وبالنسبة للآلة اليدوية يعني الطول المسطرة حوالي 60 سنتيمتر، يعني حتى يعطينا المسطرة تماسك للشباك داخل الأسطوانة، ويعطينا كذلك مردودية جيدة، ويعطينا لفة الشباك على المسطرة تكون جيدة جدا، أحسن من اليدوية، يعني أحسن من اليدوية. هذا هو الموضوع اليوم، يعني عن أسطوانة الشباك الأوتوماتيكية كما تلاحظون بشكل جيد. يعني العمل كنت عملت عليها آلة نصف أوتوماتيكية من قبل ورأيتم النتيجة. الآن هذه اللي عملناها منذ حوالي 3 أيام أو 4 أيام. هذا هو الشكل النهائي. وفي الأخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.